محشومه وعيب وعار على هذا المكتب المسير وعلى مكتب مسير على المدرب على اللاعبين لاعبين القلال اللي كانوا في المستوى اليوم كذلك في مباراه الذهب عيب وعار هذا المستوى. انا الكلمه الاخيره الاولى والاخيره الله ياخذ فيكم الحق كيف ما عصبتوا الجماهير الرجويه اللي جات بساعات مبكره جات لهنا ما فطراتش في دار في ديورها جات باش تعيش هذا الامبيونس مع فريق ما عندوش هويه صراحه فقصه ما كاينش اداء ما كاينش انسجام مدرب الله ياخذ فيه الحق حتى هو للاسف لان عيب وعار فريق اللي ربح بواحد صفر ويرجع اللور وعيب وعار الاهلي اللي ماشي في الطوب والتقصى معاها وعيب وعار على هذا المكتب المسير على الرئيس الجديد هذا محفوظ هذا وهذا المكتب المسير اللي كيدير مسرحيات اللي باعوا ركائز اساسيه من بينهم رحيمي ومن بينهم مالونغو ومن بينهم الحافظي عيب وعار هذا الشيء داروا. وش نقول لك انا الرساله غنبغي نقول الى بقات الرجاء بهذا الشكل انا نقدر نقول لك انا لله وانا اليه راجعون. دابا العاب حياته مختصره على الكره وواحد اللعيبه مدوره منفوخه بالهواء حياته كياخذ من طرف الخبز كتجيك تاخذ من الراجا 4 مليون 3 مليون يعني انت حياتك كلها دايره على كره واش ما كتعرف السونطري اخويا واجبيره واش ما كتعرف السونطري مذكوره اخويا ما كيعرفش السونطري وبنادم وكره صافي هي حياتك كتدخل لك الملين جايبينك الراجا ب 200 300 مليون كتصبع على كره كتنعس بكره والله تحشومه عليكم وحق الرب انا اخويا من 7 الصباح وانا هنا شو كان صبعاني غيدوي وغادي يدويو والله ما نكذب عليك اخويا السيناريو ديال الماتش كان غادي مزيان ضربنا البيت داكشي اللي كنا باغين ولكن اخويا التخوف ديال الكوتش راشد الطاوسي هو اللي حطنا في هادشي راجع اللور راه واش راه الراجا هادي يا صاحبي واش الراجا غترجع اللور وسط كازا ومع الاهلي الاهلي راه ما كاينينش تما راه باقا فيهم السميه اخويا بالنسبه للبيت اللي تمار تباك علينا حنا كاننا رجاويين مضحين برواحنا بنفوسنا ومخلين شحال من حاجه حاجه وجايين شحال من غرض وغرض وجايين على قبل الراجا باش تفرحنا واش خرجنا كاعين راه لا يمكن ترى جاي من اسف يا خويا راه بزاف هادشي والله الا بزاف الراجا راه غير بونيكيب راه غير جاهزين للمباراه اقسم بالله العلي العظيم والله الا شتمته بالله كتخرج ولا الراجا بصفه عامه كتجيب واحد كتجيب واحد الفرحه بواحد النشاط كانك غتمشي رابح كتخرج كتخرج كاعي كتخرج مديخ بدون شعور والطلب اللي كنطلب من راشد الطوسي بجيب لعابه ولا سير بحالاتك.